ما زلنا معكم مشاهدينا في هذا التجمع الأضخم الإعلامي في المنطقة، منتدى الإعلام العربي، ونحن ننقل لكم هذا الحدث مباشرة من بدايته، ويستمر على مدى يومين، وينضم إلينا في استديو القنوات لدبي في منتدى الإعلام العربي الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات. بداية نرحب بك في المنتدى ونشكرك لإثرائك لمنتدى الإعلام العربي. كيف ترون اليوم مستقبل الشاشة، الإذاعة، الصحف، الجرائد، في ظل هناك تطور سريع لوسائل الإعلام، خاصة بعد فترة جائحة كورونا، وكان التطور أتى بشكل لم نتوقعه؟ نعم. بداية تحية لك أستاذ محمد، تحية لكل المشاهدين الكرام في قناة دبي. لا شك أن هناك تقدم وتطور متسارع في جميع الأصعدة، ولن يكون الإعلام بمنأى عن هذا الأمر. اليوم لما نتحدث عن كيف هو مصير ومستقبل التلفزيون، كيف سوف يكون مصير الإذاعة، وما يطلق عليه بالإعلام التقليدي، في الحقيقة أستاذ محمد، المتغير اليوم اللي لابد أن نضعه في الاعتبار أنه لا يوجد هناك موضوع أو عنوان أو ما يطلق عليه بإعلام تقليدي وإعلام حديث، وإنما هناك وسائل جديدة تم استخدامها وتوظيفها في الجانب الإعلامي مثل ما هو الاستخدام في الجوانب الأخرى. وبالتالي اليوم نحن الأمر الجلل والمهم اللي لابد أن نركز عليه أنه أين ذلك المحتوى الرصين. المحتوى الرصين اليوم لن يقتصر على التلفزيون، ولن يقتصر على الإذاعة، وليس على الصحف، وإنما ينتقل إلى الوسائل الأخرى. فكيف هو سوف يكون مصير التلفزيون؟ التلفزيون في حد ذاته قد يكون من السهولة الانتقال به إلى وسائل جديدة، وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أن تأخذ ما يعرض في التلفزيون أو في الإذاعة بحد ذاته وتنقله إلى وسائل جديدة، إذن لم تأخذ ذلك المحتوى بطريقة جديدة ومبتكرة. فاليوم هذا النقطة المهمة التي لابد أن نضعها في الاعتبار، هل المتغيرات تؤثر على التلفزيون وعلى الإذاعة؟ لا شك في ذلك، ولكن تبقى المحتوى القوي مهم جدا. لذلك من الصعوبة اعتبار أن التلفزيون سوف ينتهي والإذاعة، ولكن المؤثرات موجودة. دكتور بكل صراحة، كيف رأيتم تطور الإعلام الإماراتي خاصة بعد جائحة كورونا؟ نحن لابد أن نكون صريحين مع نفسنا، ولابد أن إذا قدمنا ذلك النقد أو قدمنا ذلك الثناء فإننا لابد أن نكون واقعيين في ذلك الأمر. لا شك أستاذ محمد أن دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة كانت سباقة لما سوف يحصل لجائحات مثل جائحة كورونا، ولله الحمد البنى التحتية الموجودة في دولة الإمارات ساهمت وبقدر كبير جدا بأن يكون الإعلام الإماراتي قادر على أن يتعاطى مع ذلك. لذلك وجدنا أن الصحف وحتى الإعلام والتلفزيون وغيره بدأ يستخدم ويوظف الوسائل الجديدة، وليس الإعلام الجديد، يوظف الوسائل الجديدة بطرق مبتكرة. فوجدنا الصحف، سواء صحف في دولة الإمارات، صحف الاتحاد، صحيفة البيان والخليج وغيرها، بدأوا استخدام الوسائل الجديدة حتى على السناب شات، على الانستغرام وعلى تويتر وغيرها بالتوظيف الصحيح. لا شك أن هناك متغير، لا شك أن دولة الإمارات بتطورها لابد أن يكون الإعلام متطور. هل هناك فيه يعني تقدم في مسألة توظيف الوسائل؟ لا شك. المحتوى، نعم نحن نحتاج دائما لمزيد من المحتوى. المحتوى الذي حين يناقش قضية معينة يا أستاذ محمد، أستاذ الكريمة، يناقشها بمسؤولية وطنية، أناقش وأبرز هذه القضية للوصول إلى الجانب الإيجابي. لذلك نلاحظه اليوم هناك أن هناك نظرية المتلقي وهناك العبارة. اليوم أستاذ محمد من السهولة جدا أني أنا أتكلم عن نقطة، ولكن من الصعوبة جدا أنك تجد ذلك الشخص الذي يطرحها بأسلوب وطني. هل هؤلاء موجودين؟ موجودين وبكثرة ولله الحمد، ولكن هناك البعض الذي يريد الإثارة، فتجده يناقش نفس القضية ولكنه يستخدم عبارات ومصطلحات للأسف الشديد لا تنتقل إلى ذلك. لذلك يبقى الإعلام له أهميته، ولا يمكن يوم من الأيام أن تكون الوسائل الأخرى أو الأفراد من دون وجود منهجية علمية أن يكونون بديل للإعلام الرصين، ولا نقول الإعلام التقليدي، وإنما الإعلام الرصين ذو المحتوى القوي والرصين.
دكتور، يعني من اللافت استخدامك لمصطلح ربما منصات جديدة وليس إعلام جديد، لأن الإعلام بشكل عام هو الإعلام المهني واحد، ولكن أصبح هناك منصات جديدة. طيب، بالحديث الآن عن هذه المتغيرات ألا وهي ربما المنصات الرقمية والمحتوى الذي يتناسب مع المنصات الرقمية، دعنا نقول بعض مقترحات يعني الخبراء تقول أنه لتطوير الإعلام يجب إطلاق ربما ثورة كبرى من أجل التحول الرقمي للمؤسسات الإعلامية القائمة. يعني كيف تقرأ هذه المقترحات والآراء؟ بداية، ونشكر أستاذ الكريم على هذا الطرح. النقطة الرئيسية، وأرجع وأؤكد على ذلك، لا يوجد مصطلح إعلام تقليدي وإعلام جديد، لابد أن نكون حذرين كل الحذر في ذلك. إنما هناك إعلام وهناك وسائل يوظفها الإعلام لإبرازها. طيب، هل الإعلام بدأ يتغير متغيرات المنهجية في الطرح؟ نعم، لذلك هذا لا يمكن أن نقول له أن إعلام تقليدي وإعلام جديد، وإنما الإعلام في حد ذاته حال حال أي العلوم الأخرى تقدم منهجيات جديدة. فلا يمكن أني أخذ الإعلام بمنهجياته في التلفزيون وأضعها مثل ما هي، ولكن أحتفظ بالمحتوى مثل ما هو، أجد منهجيات جديدة وأوظف الوسائل الجديدة. اليوم تلفزيون دبي، ألا تلفزيون دبي غائب عن منصة تويتر، غائب عن منصة السناب. اليوم أنت سأل محمد دائما تطلع وغيرك يطلع، نعم، يتكلمون. إذا استخدم الإعلام الرصين ذو المحتوى الرصين، استخدم الوسائل الجديدة. حتى هناك برنامج أوان مثلا، صحيح، في ضمن منصات الفيديو أون ديماند، هناك منصات كثيرة. يعني أتت هذه المنصات لكي تقوي أيضا الإعلام الإماراتي بشكل كبير جدا، ولكي تكون الكلمة متواجدة، وكانت الحقائق دائما تؤخذ من الإعلام الرسمي الذي تطور وتواجد في هذه المنصات. أستاذ محمد، تأكد من شيء واحد. اليوم لما نقول أن يعني نكون مسلمين بالموضوع هذا، هناك كثير هجرة التلفزيون ليس هجرة لعدم رغبة في الاطلاع على الأخبار، وإنما لسهولة الوصول. صحيح، صريحين. صحيح، اليوم الهاتف الذكي هو الأسهل للوصول للمعلومة. لما نقول أن نحن نحمل الإعلام الرصين في دولة الإمارات وباقي الدول نحمله المسؤولية، نقول له نعم، لابد من أن يكون هناك ثورة في منصات الإلكترونية، ولكن عفوا لا يوجد من يقارع أن هذا الإعلام في دولة الإمارات قد واكب هذا التطور ووجود ثورة في المنصات. ما يحصل اليوم ولله الحمد أنه ليس مجرد أدوات ومنصات، وإنما وجود الإعلام الرصين في هذه الأدوات بمحتوى جميل. أنا أقول لك إياها، اليوم أنت يكون عندك برنامج مطول في التلفزيون أستاذ محمد، ولكن هل الأستاذ الكريمين لما تنتقلين للسناب بتأخذينه مثل ما هو 45 دقيقة على سبيل المثال؟ لا، جئت بذكاء في طرح هذه الفكرة في وسائل جديدة، ولكن بطريقة رصينة ومحتوى جيد. لو حصل حدث وفي ناس يتابعون في السناب وتلفزيون دبي أثار الموضوع في السناب، تأكد أني أنا سوف أذهب إلى تلفزيون دبي لأجد المعلومة دون الخبر. لابد أني أنا أريد أركز على هناك من ينقل لك خبر، والخبر فرق ما بين الخبر وما بين المعلومة. الإعلام الرصين يحول الخبر إلى معلومة. إذا أنا لا أحتاج إلى خبر سريع، ولكني أحتاج إلى معلومة، لأن المعلومة فيها المصداقية، والخبر صحيح قد يأتي بأي كان. دكتور، يعني بما أنك مدير عام مركز الإمارات للدراسات، أكيد هناك أزمات اقتصادية عالمية دائما تؤثر على قوة المنظومة الإعلامية، وهذه رأيناها في فترة كورونا في الوطن العربي. كيف تؤثر هذه الأزمات؟ هو لا شك أن إذا كانت هناك أزمات اقتصادية فإنها بلا شك أنها تؤثر سواء على الإعلام أو على باقي المجالات، ولكن حينما تنظر إلى الإعلام تجد أن حتى في الأزمات لابد أن يكون دور الإعلام أكبر بكثير من الجوانب الأخرى. حتى لو كانت هناك نوع من التقشف في الحكومات، يجب أن لا يكون للإعلام دور أو النظر له بأن لابد أن تكون هناك تقليل من دوره، وإنما على العكس تماما. الإعلام لابد أن يقوم بدوره، دور المهني القوي. اليوم لما نقول أن الحكومات تكون لها دور في الإعلام، هي دور ليست
تأثير على الإعلام، وإنما الإعلام يأخذ بدوره المهم على عاتقه ليأخذ بهذه الحكومات ونجاحاته ليسلط الضوء عليها. وإذا كان هناك نوع من بعض الـ 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 الأمور التي يبد من تصحيحها، لابد على الإعلام أن يقوم بدوره، لأن هذا ما تسعى له الحكومات. ولكن أن يترك الحبل على الغارب وتأتي هذه المنصات التي مجرد نقل الأخبار وتبدأ بالمغالطات دون وجود إعلام قوي نؤمن به، هنا العتب سوف يكون كبيرا جدا على الإعلام. فحتى في الأزمات الإعلام قائم وحاضر، بل دوره لابد أن يكون مضاعف في الأيام العادية. نعم. طيب دكتور، يعني تحدثت كثيرا عن ربما وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عن الوسائل التقليدية وهي التلفزيون والصحيفة، وفرقت بين ما يقال الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، هذا خاطئ، وإنما وسائل حديثة ووسائل تقليدية. طيب لماذا دكتور التأثير يأتي أقوى برأيك من وسائل التواصل الاجتماعي اليوم؟ ما الذي ينقصنا؟ ما هي التحديات التي تواجه الوسائل التقليدية؟ في نقاط كثيرة. أولاً، إذا قام الإعلام والإعلام ذو المحتوى الرصين باستخدام وتوظيف الوسائل بالطريقة الصحيحة، فهذا أمر وأمر محمود جداً. المشكلة في وجود نوع من الشعبوية لدى البعض، الناس عاطفيين، فيأتي هالإعلام اللي في ما موجود في وسائل التواصل الاجتماعي ويستخدم المصطلحات العاطفية الجياشة التي فيها نوع من عدم المنهجية وبعيد عن الموضوعية بعيد والمهنية. نقول لا وألف لا لذلك الإعلام الرصين المحتوى أن ينجر وراء هؤلاء، لكن نستطيع من الإعلام الرصين أن يكون هناك الشخصيات الإعلامية البارزة القادرة على أن في ذات الوقت إذا حدث هذا الأمر، بدل أن ينجر الرأي العام ويطلق عليه بالرأي العام المنقاد إلى هؤلاء الذين يقومون بمحاولة تشويش الأمر، لابد على الإعلاميين أن يكون لهم الدور الرصين في الخروج، ويكون لديهم اللغة الخفيفة التي ليس مطلوب فيها أن تكون لغة رسمية، وإنما الإعلامي معروف برصانته، معروف بثقله، يقوم ويصحح هذه المغالطات. ولا نريد أن نكون كإعلاميين إذا كانوا موجودين أن تكون هناك ردة فعل، وإنما لابد من المبادرة. فإذا كان هناك حدث معين، لابد على الإعلاميين أن يقومون بدورهم في وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز الموضوع، وليس أن يترك الحبل على الغارب وبالتالي تترك الساحة، يأتي هؤلاء الذين ليس لديهم منهجية ولا محتوى، ولعل لديهم أجندة دسيسة، ويقومون بقيادة هذا الرأي المنقاد. صحيح. نحن نريد أن نقود الرأي المنقاد، نقوده قبل أن يقاد ومن ثم نعود. نعم. هذا ما يقلقنا دكتور اليوم أيضا كإعلاميين محمد. نعم. أعتقد يعني تتفق معي في هذه النقطة، أنه الكثير الآن يطلقون على نفسهم أنهم صناع إعلام. صحيح. أو إعلاميين فقط لمجرد يعني دخولهم لمنصات وإمكانيتهم من تناقل الأخبار، وهذا مقلق. أنا وجهة نظري أن يعني دائما مثل هالأشخاص اللي يبدون في هذا المجال الدخول أنه يدعي أنه الإعلامي، ولكن يتركه بعد فترة بشوفه يختفي مباشرة، لأن الإعلامي دائما عنده شغف وعارف شو هي رسالته المهنية اللي يبغى يوصلها. على سبيل المثال دكتور، يعني خلي نرجع شوي الخلف. أول صحيفة يومية في العالم ظهرت عام 1609، بعدين 1822 ظهر التصوير، عام 1895 ظهرت الإذاعة، 1934 ظهر التلفاز. يعني هل لي أنا أسألك دكتور، وأنتم تتواجدون في هذا المنتدى الإعلام العربي الذي اليوم يتحدث عن الرقمنة، يتحدث عن الميتافيرس تحت شعار مستقبل الإعلام، ما هي المحطة القادمة التي ستحمل في طياتها ربما تغييرا جذريا في المشهد الإعلامي كما فعلت المحطات السابقة، وخاصة أنتم في مركز الإمارات للدراسات؟ من المسلمات أستاذ محمد أن نعم هناك جرائد سوف تختفي، مثلما اختفت جرائد، وجرائد رصينة واختفت، إذاعات واختفت. هل هذا ما شاهدناه مؤخرا في إذاعة البي بي سي؟ نعم. صحيح. هل سوف يأتي اليوم من الأيام أن التلفزيون يختفي؟ اليوم عندنا on demand، ممكن التلفزيون يتحول إلى أنك أنت تطلب، يبقى فقط التلفزيون للمسلسلات والبرامج الترفيهية وغيرها والمباريات وغيرها. ولكن يا أستاذ محمد، سوف تختفي هذه الوسائل
لتأتي وسائل أخرى. هل اختفى الإعلام؟ لم يختف. هل اختفت رصانة الإعلام؟ هل اختفى قوة المحتوى؟ رسالة الإعلام. إذن هذا الأمر اللي نحن لابد أن لا نخاف ولا نجزع من هذا الأمر، فلتختفي أدوات، لأنها أدوات كثيرة اختفت فلتختفي، ولكن سيبقى المحتوى الرصين، ستبقى الكلمة القوية، سيبقى الإعلامي القادر الوطني القادر على مناقشة الأمور. ذهبت هذه الأداة، ستأتي أداة غيرها، ولكن العنصر الرئيس في المحتوى والشخصية الرصينة موجودة وتتأقلم مع أي وسيلة كانت. وأهم شيء نحن نشوف نتغلب على الروبوت المذيع، هذا أهم شيء. ما أنا بدي أسألك كنت دكتور، يعني ما حيبدلونا أنا ومحمد بالروبوتات؟ والله خاف يبدلوني أنا معاكم بعد. لا غنى عنك دكتور، يعني نشكرك على هذا الحوار الثري جدا، كان أكثر من رائع وأثريت يعني هذا الحوار. شكرا لوجودك معنا الدكتور سلطان النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.